واخا في الطفوله ديالك كما كنعرفوا كان عندك اضطراب الحركه او ما يسمى بالاي دي اتش دي. انا صراحه كنظن على انه هذا الاضطراب يجب ان يستغل. كيف يعقل على ان رجل ومراه مزوجين ما يكونش عندهم بيرمي باش يكون عندهم الاولاد؟ تعرضت الوالده ديالك للشلل النصفي. نجيك واحد النقطه، انا في التاسعه جبت 9/10، عطوني ادابي. كنبغي مثلا ملي نغيب من الكلوب ونرجع عماد، وهذه دائما كانت كتوقع. بغيت تزيد تكبر تبقى ولكن غتكبر بحاجه زوينه، ماشي غتكبر بالسبان والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا. دور الطبيب ولا دور المهندس ولا دور الاستاذ، يعني في اي مجتمع ولا غيرهم من الصحافي مثلا، هو المساهمه في رقي المجتمع ماشي باش ينزلوا عند المجتمع. هذا السؤال بغيت نجاوب عليه بدقه، وكنشكرك على هذا السؤال. انا لست مهتم برقي المجتمع، اسمح لي. كفى تقديسا للطبيب يا اخي، كفى تقديسا للطبيب بالخر.